السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الكثير من المخلوقات ميزها الخالق سبحانه بصفات وقدرات مميزة ومختلفة تمكنها من العيش ومحاولة الحصول على غذائها والهروب من مفترسها بطرق متقنة. فهناك الكثير والكثير في هذا الكون الرائع الذي لم يصل الإنسان بعد لاكتشافه. فهناك دائما اكتشافات جديدة وكائنات غريبة لم نسمع بها. ومعنا في هذا الفيديو طائر من أغرب الطيور، وقد يكون ليس بطائر أصلا، يعرف باسم الليمور الطائر أو ليمور سند الطائر. فهيا بنا لنتعرف على هذا الكائن العجيب. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. الليمور الطائر. الليمور الطائر أو ليمور سند الطائر، ويعرف أيضا بالكولوجو. حتى وقت قريب كان يعتقد أنه نوعين فقط، وهما ليمور سند الطائر والليمور الفلبيني الطائر، لكن تم التعرف على نوع ثالث والمعروف أيضا باسم الليمور الملايو الطائر. يمكن العثور على هذه الأنواع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، بدءا من إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وجنوب فيتنام وجنوب بورما وسنغافورة. الليمور الطائر ليس طائرا ولا يطير، لكن بدلا من ذلك ينزلق وهو يقفز بين الأشجار. يبلغ طول رأس وجسم الليمور الطائر سندا إلى 42 سنتيمترا، كما يبلغ طول ذيله من 18 إلى 27 سنتيمترا. قد يصل وزنه إلى 1.5 كيلوغرام كحد أقصى. يعيش الليمور الطائر سندا إما انفراديا أو في مجموعات صغيرة غير متصلة بشكل وثيق. يمكن أن تكون إقليمية في مناطق البحث عن الطعام والنوم. إنها شجرية تماما، وفي النهار تنام عاليا داخل أوراق الشجر الكثيفة في أعالي الأشجار، يتشبثون بجذع الشجرة أو الجانب السفلي من الأغصان. يتضمن التسلق مد ساقيهما الأماميتين ثم رفع رجليهما الخلفيتين، مما يؤدي إلى قفزة طويلة. يمكنهم الانزلاق أكثر من 100 متر مع خسارة أقل من 10 أمتار في الارتفاع، حيث عندما يتم تهديدهم فإنهم إما يصعدون إلى أعلى أو يظلون بلا حراك. الليمور الطائر سندا متسلق ماهر، لكنه عاجز جدا عندما يكون على الأرض، كما يتصل غشاؤه المنزلق من الرقبة ويمتد على طول الأطراف إلى أطراف أصابع اليدين والقدمين والأظافر. يعرف هذا الجلد الذي يشبه الطائرة الورقية باسم باتاجيوم، والذي يتم توسيعه من أجل الانزلاق، كما يمكنها المناورة والتنقل أثناء الانزلاق. لكن الأمطار القوية والرياح يمكن أن تؤثر على قدرتها على الانزلاق. يحتاج الليمور الطائر سندا إلى مسافة معينة لينزلق ويهبط لتجنب الإصابة. يتم اختبار أعلى قوة هبوط بعد الانزلاقات القصيرة. تؤدي الانزلاقات الأطول إلى هبوط أكثر ليونة. بشكل عام يتكون النظام الغذائي لليمور الطائر سندا من الأوراق، كما أنه يتغذى على البراعم وأزهار جوز الهند وأزهار دوريان والفواكه، وأيضا يتغذى على الحشرات، كما يمكن رؤيته يلعق لحاء الأشجار لأنواع الأشجار المختارة للحصول على الماء والمغذيات والأملاح. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.